مرحبا بالدراري كاملين، ما تنساوش تخليو واحد اللايك واشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس. اسمها القبطان اختارت الوطن.
مرحبا بكاع الرجاوين اللي كيشوفوا اللايف، مرحبا بكم اخوتي. ما تنساوش تخليو واحد اللايك والاشتراك باش نبقاو نجيبو ماتشات اخرين ان شاء الله. المهم الماتش دابا باقي له نشوف الوقت دابا نشوف الوقت شحال باقي له الماتش. اوكي الماتش باقي له 3 دقائق الوغ دابا ندوزو الماتش ان شاء الله. نتمنى انه يشوفكم اللايف ونتمنى انه يكون خدام اللايف مزيان. هادشي اللي كاين اخوتي، منساوش خلي واحد اللايك واشتراك ونزيدكم اللايف واللايك في المباراة. والله الله يعطينا الصبر مع السلامة اخوتي، الله يعطينا السلامة، الله يعطينا الصبر مع السلامة. وكامل يخليولنا كومنتار شنو بالكم في السلامة، لحقاش بزاف ديال الرجاويين ماكاينشي هذا منهم. شفناش ديك الرجا مع هذا اللي كنعرف، شفناش ديك الرجا مع هذا اللي كنعرف خوتي. والله يمشي الله واخا غادي يكمل باينه، غادي يكمل حتى تاني جيت هذا الموسم. هدف دون مقابل. فريق الحسنية أم تنتهي المباراة بهدف دون مقابل. كرة أمامية من عمى متابعة من طرف الحارس عبد الرحمن الحاصي. الحسنية اليوم يمكن أن نقول بأنه كان أوت في هذه المقابلة. منير الشبيل يعلم، أقول يعلم وأسطر عليه بشكل واضح، يعلم جيدا بأنه الإقصاء من مسابقة كأس العرش قد يعصف بمدرب فريق الحسنية خارج أسوار البيت السوسي. أنه حتى كان هناك اجتماع قبل المباراة مكتب المسير فريق السوسي من فرصة الأخيرة لمنير الشبيل. اليوم قلت الإقصاء أمام الكوكب سيعني بنسبة 99.9% بأنه سيغادر فريق حسنية أكاديمية. مباراة التي عصفت بحرم مدرب الخضر والكاس العرش، مباراة يوم أمس اليوم مباراة أخرى، مباراة بركانيا تعصف مدرب آخر، مباراة التي عصفت بحلم من مدرب طارق السكيتيوي. سنتابع اليوم مباراة أخرى، مباراة تعصف مدرب آخر مسابقة كأس العرش. سنتابع على شيء اليوم قلت الحسنية فرصة خطيرة، ضحية أخرى مسابقة كأس العرش. سننتظر كرة عبر الناشئة اليمنى عن شاكي الحسنية فرصة خطيرة. الجول والتشويق هو التشويق الذي تحدثنا عنه في كأس العرش، هي مباراة تشويق كأس العرش يلعب حتى التشويق الأخير. سينو في يوم مشابه لمباراة بركانيا والمعرفة يلعب حتى في مدينة خير.
المقابلة.